أنا اسمي يوسف حسين إبراهيم ابن أبو يوسف، طبعا المطعم أقدم مطعم في مالبة. عمر المطعم 46 سنة. شغلة الفول والحمص والأكل تبعنا ما تغير من 45 سنة، نفس الخلطة نفس الشغل، هي نفس الأمور. اللي بوكل قبل 45 سنة كان يوكل عندنا بيجي نفس الوقت نفس الأكل، ما تغير عليها أي شيء. هذا البيت تقريبا حوالي 120 سنة، بلش بجزئين، جزء عمره 120 سنة وجزء 60 سنة تقريبا. كانت الفكرة اني انا بلشت هوم هوستد الضيافة، ضيافة السائح يعني بمنزلي انا. لما كبر وضعي وكبر مشروعي استخدمت هذا البيت اللي هو بيت اهلي وجدودي. مميز بالمطعم هون انه السائح لما زورنا بتعلم كيفية الطبخ، بندرسهم كيف احنا بنطبخ المقلوبة، بنبلش من اول مرحلة لاخرها، وبعدين بتنجاب الوجبة اللي عنده او الطبخة المقلوبة اللي عنده وبقلبها. احنا في مادبة مشهورين باكلات كتير متنوعة وتراثية زي المنسف، المقلوبة، الرشوف، فهي أكلات ورثناها عن جدودنا وأهالينا واللي إحنا بعدنا بنفتخر فيها ومستمرين فيها.